أحبتي المشاهدين، وينضم معنا عبر الاتصال المباشر اللواء الدكتور سعد معن الناطق باسم وزارة الداخلية. أهلا بك دكتور، وأعظم الله لك الأجر في هذه الأيام المباركة. الله يبارك فيك وعظم الله لكم الأجر، شكرا جزيلا وبارك الله بكم على التغطية. نعم دكتور، اليوم ما هي خطة وزارة الداخلية لتأمين الزيارة الأربعينية للزائرين المتوافدين إلى كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات وكذلك حتى من خارج العراق؟ نعم، لتذكير الأخوة المتابعين أنه هنالك لجنة أمنية عليا برئاسة السيد وزير الداخلية، واليوم هو أيضا متواجد لمتابعة مضامين هذه الخطة التي وضعت من خلال اللجنة، حيث يعني انتقل من قيادة الشرطة إلى قيادة العمليات إلى كل النقاط الأمنية الموجودة إلى مشارف كربلاء، وأيضا رؤية ميدانية لكل تفاصيل تطبيق مضامين الخطة، حيث يعني أيضا ذكر متابعة السيد رئيس الوزراء لكل تفاصيل الخطة وتوصياته من خلال اجتماعه مع الأخوة المحافظين مع القادة على توفير الخدمات بالنسبة للزوار وإنسابية السير. وحقيقة هذه الخطة اليوم تنفذ دون خطوعات عبر جميع المحاور الثلاثة، تجاوزنا 1,250,000 من الزوار الأجانب، ومتوقع أن يتصاعد هذا العدد إلى أكثر من ذلك يعني ليلة اليوم وإن شاء الله يوم غد. أيضا طبعا دخولهم عبر المنافذ البرية والجوية، تتميز هذه الخطة لهذا العام بحسب استنفاذ جميع القطاعات والجهود الأمنية والخدمية. خدمة النقل أيضا أوكلت إلى السيد رئيس هيئة الحج والعمرة الإشراف عليها، أيضا الجانب الخدمي حقيقة للأخ رئيس اللجنة المعنية بالجانب الخدمي، ويعني تسير الأمور على خير ما يرام من ناحية أمنية، والحمد لله يعني الأجواء هي أجواء أمنية وأيضا أجواء حسينية بالنسبة لكل الزوار، وأيضا التعاون مع الأخوة أصحاب المواكب الحسينية. نعم، طيب سيادة اللواء، ماذا بشأن يعني هل هناك قطع لطرق جزئي أو كلي أو عدم وجود قطع لأي طريق؟ يعني لحد هذه اللحظة هنالك قطع، هنالك طرق بديلة، لا توجد قطوعات، التركيز على انسيابية السير وتفويج الزائرين ومن ثم أيضا العودة بالنسبة للزوار إلى المحافظات المختلفة أو إلى المنافذ الحدودية من خلال توفير عجلات النقل. نعم، طيب في الأيام القادمة عندما يعني يكون عدد الزوار أكبر وهم يسيرون صوب كربلاء المقدسة، هل ستكون هنا قطوعات أم يعني لكل حادث حديث؟ يعني بالتأكيد لكل حادث حديث، ولكن ملامح الخطة الرئيسية هي أن لا تكون هناك قطوعات، ونتعامل مع المجاميع والجموع البشرية بشكل الذي يؤدي إلى انسيابية. إن شاء الله يعني لن نحتاج إلى قطوعات بإذنه تعالى. نعم، اللواء الدكتور سعد معن الناطق باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.